الحوثيون في مدينة صعدة اليمنية خاضوا 6 حروب طاحنة مع القوات الحكومية، فكانت الحرب 6 في العام 2006 تدخلت فيها قطر بإعازة من إيران كوسيط لإنقاذ الحوثيين، كما يؤكد الكثير من المراقبين ذلك بعد أن كادت القوات الحكومية القضاء عليهم في الحروب 6 التي خاضتها في ذلك الوقت. وقعت قطر اتفاقيات بين الطرفين لوقف تقدم الجيش وأن تتولى دفع مساعدات وتعويضات الحرب وإعادة الإعمار. قيادات رفيعة في الجيش اليمني المشاركة في تلك الحروب 6 اتهمت نظام المخلوع صالح بالاستسلام للميليشيا وأن صالح قدم الجيش قربانا للحوثيين. محللون سياسيون يؤكدون أن تدخل القطري في اليمن قوى الحوثيين عسكريا وماديا، وأصبح الحوثيون يهددون الحكومة بعد أن كانوا في كهوف صعدة، واستطاعوا التمدد إلى مناطق ومدن مختلفة بعد استيلائهم على المعسكرات بدعم من المخلوع صالح، وأصبح سلاح الدولة المنهوب بيد الميليشيا التي اقتحمت العاصمة وأحرقت ودمرت اليمن بتعاون قطري إيراني. شواهد وحقائق كثيرة تؤكد أن قطر ضالعة في تمويلها للإرهاب والجماعة المتطرفة في اليمن بالمال والسلاح، فقطع العلاقات الدبلوماسية من عدة دول خليجية وعربية وإنهاء دور قطر في التحالف العربي لدعم الشرعية جاء نتاج تلك الأعمال الإرهابية التي سعت إليها قطر إلى تجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والعالم. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني.